أبنائي القبائل من خلال سن الكبار وسن الحولي والزمول في فترته المسائية، حيث ننطلق مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام لمسافة 8 كيلومترات ومع أول أشواط الزمول بعدما شاهدنا أشواط الحول المحليات والمهجنات في هذه الانطلاقات. مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، نسير مباشرة ونتعرف على الصدارة الأولى، على المقدمة الأولى وصدارة هذا الشوط في اندفاع. أيضا نذكر بأيضا سيارة هذا الشوط، سيارة لاند كلوزر تيوتا ستيشن V8 لمن سوف تتوجه هذه السيارة. وانطلقت الزمول وبدأ هدير الزمول مبكرا أيها المتابعون جميعا عبر قناة دبي ريسينج وعبر قناة ياسر الرياضية. مرحبا بالجميع هنا في ميدان المرموم، تحفة ميادين السباقات. مباشرة الى المركز الاول، مباشرة الى الصدارة الاولى، الى المقدمة الاولى، حيث اجد في مقدمة الشوط في المركز الاول من يتقدم، من ياتي هنا في هذه الانطلاقة وفي هذا التحدي. مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام، هناك الوصول مرفوق عيد بن صغير ايضا ياتي في المركز الاول ليقدم لنا هذا الاسم عيد، او هذا احترام ياتي بهذا الانطلاق. مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام في هذا الاندفاع، في هذا التحدي المثير. هكذا ايها المتابعون جميعا انطلاقاتنا متواصلة في هذا الانطلاق والتميز الجميل. هكذا مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام، نعود الى المركز الاول حيث احترام لحمد بن فالح بن حمد النعيمي. المركز الثاني مزعل مبارك بن خادم بن حبروت المنصوري يقدم لنا مزعل مشرف، وصل خذ المركز الثالث لسالم بن سهيل بن صالح العامري، وصل العامري ليقدم لنا هذا الاسم. المركز الرابع الوصول من مرفوق عيد بن صغير بن كنون بن يراد الكتبي، وصل في هذه اللحظات على المركز الخامس. المركز السادس، سادس المراكز مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام، هذا هو مشغل، وصل عبد الله بن احمد بن العود الرميثي. المركز السابع مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام، وصل بن مرخان ليقدم عنيد. محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان يقدم عنيد في هذه الانطلاقه، شعار بو سلطان يتقدم. بينما الوصول من اسباب سالم بن مصر بالقوبع المنصوري، وصل في هذه اللحظات ليقدم لنا اسباب في هذه الانطلاقة القوية. وصل شعار بو صالح ليتقدم، شعار محمد بن صالح بن علي الحميري يقدم لنا ضاري، وصل ضاري ولكن داغر محمد بن راشد بن سالم بن ضاوي. اعود الى غازي، اعود الى غازي اللي خذ الصدارة الاولى، هذا اللي ما يبنى له طاري. سلطان بن حمد بن مطر بن عمير الشامسي يقدم لنا السلالة الأملولية ليتقدم هنا من خلال تواجد أحد شبابنا المضمرين عبدون بن زويد بن برغش اليحافي. يقدم غازي في هذه الانطلاقة في أشواط العمالقة، في انطلاقة العمالقة ياتي غازي في هذه الانطلاقة وفي هذا التحدي المثير. ما شاء الله تبارك الله، أحد الأسماء الرنانة، احد الاسماء الكبيرة، احد الاسماء من شارك في سن الحجايج في ايضا مهرجان سيدي ابو خالد في النسخة الاولى، وكان في ذلك اليوم في ايضا ميدان السوان. ياتي غازي ايضا بخبرته الكبيرة، ولكن الوصول من مزعل، وصل مزعل مبارك بخادم من حبروت، ايضا يتواجد المنصوري ليقدم لهم مزعل في هذا الانطلاق. المركز الثالث وصل بالقوبع، وصل بالقوبع ليقدم لنا انطلاقة اسباب سالم بن مصر بن غانم بالقوبع المنصوري.
يقدم لنا أسباب. بدأ يغير من مركز لآخر من مركز لآخر، يتقدم في هذه اللحظات، يبحث عن جائزة هذا الشوط، يبحث عن شوط العمالقة للزمول. الزمول المركز الثالث القادم في هذه اللحظات. احترام حمد بن فالح بن حمد النعيمي وصل احترام على المركز الرابع، بينما مشرف سالم بن سهيل بن صالح العامري خذ المركز الخامس. النقلة مباشرة الى المركز السادس. يا ترى من القادم، من الواصل في سادس المراكز؟ داغر هناك محمد بن راشد بن سالم بن ضاوي وصل في هذه اللحظات، ولكن الدخول الوصول على المركز السابع، الدخول من القادم؟ الله، مرفوق عيد بن صغير بن يرادة الاكتبي وصل ضاري، وصل ضاري، بدأ يعيد ايضا الامجاد، وصل ضاري. محمد بن صالح بن علي الحميري يقدم لنا ضاري ايضا بهذا الشعار، عودة حميدة يا ابو صالح بعد الوعكة الصحية التي مر بها ضاري. هذا هو ياتي بكل نشاط وحيوية، يقدم احد شبابنا المضمرين، احد شبابنا المبدعين، محمد بن صالح بن علي الحميري ياتي في ايضا هذا الانطلاق، ياخذ المركز الخامس او المركز الثامن عفوا، المركز التاسع. هناك عنيد محمد بن سلطان بن مرخان، هكذا النتيجة، هكذا النتيجة، ولكن العودة، العودة الى اسباب، 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 بدأ يغير عينه على هذا الشوط ليتقدم بالقبع ويقدم لنا اسباب. سالم بن مصر بن غانم بالقبع المنصوري خطير للغاية، خطير للغاية. اسباب يمثل ابناء هذا الميدان بكل اداء مميز وبالتحدي المثير، ما شاء الله. عاد غازي مرة اخرى، سلطان بن حمد بن مطر بن عمير الشامسي يتقدم على المركز الثاني. الوصول من احترام حمد بن فالح بن حمد النعيمي، وصل النعيمي، ولكن شوفوا الدخول، السياج الخارجي بدأ هدير الزمول مبكرا من خلال مشرف سالم بن سهيل بن صالح العامري. وصل العامري، وصل، احلوة الرباعية، احلوة المنافسة الرباعية ما بين اسباب غازي، ما بين ايضا هناك اللي هو مشرف، وهناك ايضا احترام. هذه النتيجة، وينضم مزعل مبارك بن خادم بن حب روت المنصوري وصل على المركز الخامس. هذه النتيجة، هذه الخمس المراكز اللامعة، الخمس المراكز المتقدمة لمن هذا الشوط، شوط الزمول المحليات الأصايل. الله، يا سلام، يا هي خمسة زمول متقدمة في منافسة قوية. ناخذ الجولة الثانية، هناك القدوم، هناك الوصول من داغر، ويأتي أيضا محمد بن راشد بن سالم بن ضاوي، وصل ايضا ليقدم لنا هذا الاسم ضاري، وصل ضاري. ومحمد بن صالح الحميري يتقدم بن صالح ليقدم لنا هذا الاسم، بينما الدخول اخر هناك من موفق عيد بن الصغير بن كنون بن إرادة الاكتبي، وهناك عنيد محمد بن سلطان بن مرخان. هكذا النتيجة، العودة الى المنافسة، العودة الى الحوار الثنائي، شوط العمالقة في الزمول. لمن سوف يكون، لمن سوف يكون في هذه الانطلاقة؟ مشاهدينا الاعزاء، متابعينا الكرام، عودة الى الصدارة، عودة الى مقدمة الشوط. اسباب وغازي، اسباب وغازي، غزا غازي، غزا غازي، الاثنين كيلومترات، الاثنين كيلومترات. مشاهدين الاعزاء، متابعين الكرام، هناك غازي قطع مسافة الستة كيلومترات في تسع دقائق 44 ثانية، ما شاء الله تبارك الله. يتقدم في المركز الاول، يتقدم في الصدارة الاولى بن عميرة، بن عميرة، ولكن وصلوا، وصلوا هالطلايب، وصلوا هالطلايب القادمين، القادمين، المنطلقين، المسرعين من المناطق الخلفية الى وين؟ الى الناموس، الى ايضا زعفراني سمير. غازي، غازي على المركز الاول، سلطان بن حمد بن مطر بن عمير الشامسي. اسباب في المركز الثاني، سالم بن مصر بن غانم بالقوبة على المنصوري. مشرف في المركز الثالث لسالم بن سهيل بن صالح العامري. المركز الرابع، احترام، احترام لحمد بن فالح بن حمد
النعيمي، وصل ايضا ضاري محمد وصالح من علي الحميري يقدم لنا ضاري. هذه النتيجة، هذه الاسماء القادمة، الوصول من ايضا مرفوق عيد بن الصغير بن يرادة الاكتبي، وصل عنيد محمد بن سلطان بن مرخان يتقدم. 1200 1200 1200، يلا يا ابو زايد، روح يا عبدون، روح يا عبدون. من خلال هذا الاداء المميز والتحدي المثير، سلالتي غازي 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 المختبر، الله، الكيلومتر الاخير، الكيلومتر الاخير، المثير المثير والخطير بهذه الاسماء، المتحدية بهذه الاسماء. ولكن غازي على المركز الاول، سلطان بن حمد بن مطر بن عمير الشامسي يقدم لنا سلالتي غازي، بينما اسباب وصل على المركز الثاني، سالم بن مصر بن غانم بالقوبع المنصوري يقدم لنا هذا الاسم على المركز الثاني. 600 متر الاخيره، وصل عنيد محمد بن سلطان بن مرخان ياتي مع المركز الثالث، صعب المضمرين يصل في المركز الثالث، ولكن غازي غازي اسباب، عنيد 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 يصل في هذه اللحظات، يقدم لنا عنيد، صعب المضمرين، ولكن عوده الى غازي. 400 متر الاخيره، جوله الاوامر، جوله الاوامر، الله 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 الله، وين المركز الاول؟ عنيد 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 عنيد، وصل عنيد، صعب المضمرين صعب المضمرين صعب المضمرين، يقدم لنا عنيد محمد بن سلطان بن مرخان. تهانينا لمحمد بن سلطان بن مرخان، تهانينا لسعيد بن سلطان بن مرخان، شكرا بدر العويسي، شكرا حمود العويسي على تقديم هذه النوعيات. سلام الى مرغم، سلام سلام الى الصعب، سلام سلام الى الصعب، سلام، وانت الطيب يا الصعب، والعنيد عنيد على الفوز. تهانينا والناموس على هذا الفوز، لحظات الوصول، لحظات الفوز الجميلة التي تسجل في ختامي المرموم مع صعب المضمرين. المركز الثاني غازي، سلطان بن حمد بن مطر بن عميرة. المركز الثالث اسباب لسالم بن مصر بن غانم المنصوري. المركز الرابع سلهود لعبد الله بالطير العامري ضاري، وصل خامسا لمحمد بن صالح الحميري. هكذا ايها المتابعون جميعا، هناك التوقيت الزمني، لحظات الوصول مع عنيد 12 دقيقة 51 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا نزفها على ظهر عنيد الى محمد بن سلطان بن مرخان على هذا الفوز، والى سعيد بن سلطان بن مرخان. المركز الثاني 12 دقيقة و54 و6 أجزاء من الثانية، غازي سلطان بن حمد بن مطر بن عمير الشامسي، والتهني ايضا لراشد بن حمد بن مطر بن عمير على هذا الفوز. المركز الثالث 12 دقيقة 55 ثانية و6 أجزاء من الثانية، تهانينا لمالكي اسباب على هذا الفوز والانتصار. ايضا سالم بن مصر بن غانم بالقوبع المنصوري. هكذا